الى جانب بقى كل التفاصيل اللي انا هود حكت لحضراتكم عليها، كمان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره تفقد الخطوات التنفيذيه وايضا معدلات العمل في المشاريع الانشائيه داخل فرع النادي بالتجمع الخامس للاطمئنان على سير العمل والوقوف على المشروعات اللي بيتم تنفيذها حاليا. طبعا بتتنفذ وفقا للخطه الانشائيه اللي وضعها المجلس تمهيدا لافتتاح المرحله الاولى في يونيو المقبل. رافق الكابتن محمود الخطيب خلال جولته كل من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره، ومجموعه من الاعضاء الاخرين. واستمع الكابتن محمود الخطيب لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره، استعرض من خلاله المخطط الانشائي للمرحله الاولى من فرع النادي بالتجمع الخامس، و اطمن الكابتن محمود الخطيب على سير العمل في المرحلتين الثانيه والثالثه لبعض المنشات، على راسها طبعا المبنى الاداري اللي بتبلغ مساحته 250 متر مربع، والمبنى الاجتماعي اللي بتبلغ مساحته 1200 متر مربع، الى جانب غرف خلع الملابس اللي بتبلغ مساحتها 150 متر مربع، حيث تم الانتهاء من صب القواعد العاديه وبدا العمل في القواعد الخرسانيه. كمان تابع رئيس النادي اعمال الانشاءات في منطقه الملاعب الرياضيه اللي بتضم ملاعب للتنس والسلة وكرة الطايرة وكرة اليد وملاعب الكرة الخماسية إلى جانب الملعب الرئيسي، حيث تم الانتهاء من تسوية الأرضية ليبدأ العمل في القواعد العادية والخرسانية. وطبعا كان حريص الكابتن محمود الخطيب على متابعة أعمال الإنشاءات في المسجد اللي بيتسع لأكثر من 1000 مصلي، حيث تم صب القواعد الخرسانية الخاصة بهذا المسجد ومبنى أكاديمية الكورة اللي بتبلغ مساحته 350 متر مربع، إلى جانب البوابة الشرقية والبوابة الغربية والسور من ناحيتي الشرق والجنوب. وجه أيضا الكابتن محمود الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفقا للخطة الزمنية المحددة لخدمة كل الأعضاء، وذلك بالتزامن مع كل الملفات على كل الأصعدة الإدارية والرياضية.